خلال هذا العقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير حلول مبتكرة لمستقبل عالمنا، وقد لعبت القمة العالمية لطاقة المستقبل دورا هاما في استضافة قادة العالم واستقطاب أنظمة تقنيات الاستدامة. تفضل بزيارة القمة بدورتها العاشرة التي تضم 6 معارض في مجالات الطاقة، استدامة المياه وإدارة النفايات. كن جزءا من الحدث في أدنك من 16 إلى 19 يناير. التسجيل مجاني عبر wfes.ae. هذا الحدث باستضافة مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.